عايز اتكلم حضراتكم دقيقتين في موضوع تتأملوه معايا. بيحصل انه الناس بتطمن وانا شغلتي انك ما تطمنش. شغلتي ان اقول لك، مش اخوفك، ان انا اقول لك الحقيقه، اقول لك انه ما ينفعش تسيب الدنيا كده لطيفه. ده ايه؟ فوتوشوب. الفيروس يا جماعه بجد، الفيروس يا جماعه. ايوه ناس كتير بيعدي عليها ناعم، وناس كتير يجي لها وما تحسش بيها، بس في ناس كتير بتتهبط في الحيط. يا جماعه الزحمه دي ملهاش معنى، انتوا بتعندوا يعني؟ ما كنتوش بتتجمعوا كده في الايام العاديه؟ في حد بيروح جنينه الحيوانات ويحط ايده للاسد؟ انتوا بتجربوا الفيروس؟ في ناس من اللي بتعمل المودلز، هقول لكم على مشكله جايز ما تستوعبوهاش. العالم كله جاله سبايكس، جاله قفزات، فبعد القفزه بيبتدي الـ 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 الدنيا تهدى. احنا ما جالناش القفزه، طيب انتوا ليه بتستدعوها؟ يعني عايز افهم ايه العند الغير طبيعي ده؟ وبعدين انت يا ابني مش بتضر نفسك، لانه الواحد بيدي ثلاثه وبيدي اربعه. وبالمناسبه عشان اكون امين معاكم، ملهاش حل غير القفل. بره الناس عشان خلص الموضوع ده بيقفلوا. ما لا يعني الصحه العالميه قالت كده، والامريكان قالوا كده، والانجليز قالوا كده، وفرنسي انك تقفل. في 188 دوله مرزوعه في الحيط، مرزوعه في الحيط. انتوا مستكترين على نفسكم ان انتوا الموضوع عندكم هادي شويه. انت عايز تشوف الكبيره؟ حتى شينزو آبي رئيس وزراء اليابان أبدى إحباطه من الشعب الياباني، إنه اليابانيين مش ملتزمين. أنت وضعك أصعب من أي حد تاني، لأن أنت عايز تعمل بينما لا تصاب. ومع ذلك رغم أنك ما قفلتش، في 2 مليون قالوا لك لو سمحت إحنا متضررين. ده أنت لسه ما قفلتش. أمال لو قفلت؟ أمال لو قفلت؟ أنتوا ليه مش واصل لكم الفكرة دي؟ أنا مش عايز حاجة من حد، بس نقطنا بسكوتك. ما تجيش تقول لي ايه على فكره احنا اكتشفنا انه المش عارف ايه لما بيجي. ما بلاش،